أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا ناعمين، حمدا شاكرين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم، ببركة ختم القرآن العظيم، وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرامك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زيننا بزينة ختم القرآن، وأكرمنا بكرامة ختم القرآن، وشرفنا بشرافة ختم القرآن، وألبسنا بخلعة ختم القرآن، وأدخلنا الجنة مع القرآن، وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن. وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما، بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل سورة سلامة، وبكل جزء جزاء. وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين، وانصر وزراءه ووكلاءه وعساكره إلى يوم الدين، واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك من أمة محمد عليهم أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، ولأزواجه ولأرواح أولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا وأقربائنا ومشايخنا، ولمن له حق علينا، ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، خصوصا إلى روح من اجتمعناها هنا بسببها. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واجعل الجنة مثواها. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها، واغفر لنا ولها. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنان، ولا تجعل قبرها حفرة من حفر النيران، برحمتك يا أرحم الراحمين. جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله
جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لنا ولها الفاتحة.